السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. معاكم احمد ورجعت لكم بحلقه جديده من لعبه نجوم الصحراء. خلونا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بنسويه عيال في الحلقه هذه، راح ننقل من الواحه اللي احنا فيها حاليا الى هذه الواحه في وسط الماء. طبعا عندنا 5 جمال قافله كامله يعني، وركبت لهم السدلات والاكياس، فراح اخذ كل اغراضي وننتقل ان شاء الله الى هذه الواحه. الهرام راح يكون جنبنا، مناطق الاستكشاف الجديدة راح تكون جنبنا، ففي اشياء كثير راح تكون جنبنا. اذا بغينا نروح هذه الواحة اللي فيها التماسيح عادي مو مشكلة، لكن غالبا هذه المناطق اللي انا عندها حاليا ما فيها شيء. الاستكشاف راح يكون في الشمال الغربي والشمال الشرقي، فلازم اكون في وسط الماب تقريبا. هذا المكان اشوفه كويس يعني. خلوني انتقل للواحة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اكلتم يا شباب؟ جاهزين؟ بسم الله. راح ابدا اكسر الاغراض، مو اكسر الزبدة. خلوني اجهز احمل الجمال كذا اضبطهم بعدين اجيكم. اوكي عيال، كذا اخذنا كل الاغراض، ما بقى الا النبته هذه ما قدرت اشيلها لان في بذور يقول لك قاعده تنمو، خلها تقعد ما نحتاجها. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا يا شباب، 1 2 3 4 وانا الخامس. اوكي خلونا ننطلق الى وسط الماب. هل نحتاج شيء ثاني؟ توكلنا على الله، خلاص وداعا ايتها الواحه. كانت بدايات ممتعه صراحه. الحين خلونا ننطلق في وسط الماب. الحمد لله على السلامه، هذه راح تكون واحتنا. بس السؤال يقول هل تسكن في الوسط؟ لا طبعا، الوسط نبغاه يكون للاشياء اللي تنمو، النباتات الاشجار. فجينا احط بيتي في النص راح يخرب، ما راح تنمو الاشجار. خلني هنا على الطرف، راح ابني بيت هنا في الطرف. شباب وراي، هلا والله بالشله. خلاص بسكن هنا، يكون المنظر مطل على الاهرام اللي هناك، وانا بكذا في وسط الماء. خلوني اضبط اموري وانزل عفوشي، بعدين اجيكم على بال ما يجي الصباح ان شاء الله. ابشركم خلصنا البيت زي ما تشوفون، ضبطنا مورنا ووسعته شوي، زودت مربعين 2 فاونديشن، حطيت حقه اللوم هذه هنا داخل حقه خياطه القماش وكذا. هذه الصناديق موزعه، وهذا السرير حطني سيف بس لا يروح تعبي على الفاضي، وهذاك منظر الاهرام. ورنا ممكن؟ هلا والله، ما يحتاج ازوم حتى. الحين خليني اشرب مويه، كان المياه قاعده تجف هنا، ما ادري ايش السالفه صراحه. احد يورطنا بالله يا شباب. طيب ابغالي شويه، بس معليش يعني المفروض اسوي هذه بس ما مداني. ابغالي شويه حطب لان نحتاج لحوم. الاكل عندي مره راح، اللحم كثير لكن احتاج اني اشويه. خلنا ناخذ شويه لقز. بس اللحوم 30 عندي. خليت اطبخلنا شوي. هذول حطيت لهم حق الاكل هنا. مليان اكل. وانا باخذ لي شويه خضروات، اتذكر هنا في مانجو، في اشياء كويسه. في موز بعد. اوه لا، اناناس وموز. نعم نعم. اوه اخذت بذور هنا. بنانا سيد. هذه أول مرة تجيني بنانا سيد جديدة والله. ايش بعد؟ وين الأناناس؟ شكلها بس حبة واحدة الأناناس. خلينا نشوف الغزالة دي مدين حقها؟ لا. أوكي هذا أناناس بعد. في سيد؟ لا بس واحدة. طيب خلني أزرع حق البنانا، ايش رأيكم؟ أوه يصير عندي شجرة بنانا زي هذه، وفي كل مرة أتوقع تصير تثمر نفس الشجرة هذه، مو الحين عندي واحدة بس. والله حلوة المزرعة يا أجل. أنا توني أستوعب نظام المزرعة. لان هذه الواحه زي ما تلاحظون يعني ما فيها الا شجره موز واثنين اناناس. ما ادري اذا فيه تمر. هل انت تمر؟ هذا مكتوب بالم بس. هذه حق التمر. حلو حلو حلو. جلعتنا تمر شوي. انا ما ودي احط المزرعه حقتي هنا، مع ان الشكل معقول انها تكون جنب هذول، بس ما بحطها اخاف تخرب على الاشجار الثانيه انها ما تنمو. فراح احط لي مزرعه يعني متخصصه هنا في الخلف، افضل من اني اسوي زحمه وراء. كذا تمام ان شاء الله. حطيت 3 نفس ذيك المره. هذه البذور على كذا، يبغالي فيسز كثير، لازم اقدر القط فضلاتهم الله يعيننا. بس يمكن يكون في طريقه نسرع عمليه الفرتلايزر هذه، يكون في فرتلايزر متطور او شيء ما ادري. عاد احنا راح نكمل استكشافنا بعدين نشوف. طيب يا عيال، الحين قبل ما نروح جاهزين تقريبا، بس قبل ما اروح ودي اصنع الرمح. وين رمح الحديد؟ احنا عندنا كم حبه حديد، لكن هذا الرمح راح يفيدنا، لان اتوقع ان المدى حقه بيكون ابعد. اوه رينج، يقول لك تقدر تستخدمه بشكل يدي وتقدر ترميه بعد. حبه جلد وثلاثه متل عندنا موجوده. هلا والله بالرمح. ورني اشوف. هلا والله، شوف كيف المدى. المفروض انه راح يكون بعيد مداه واقدر ارميه، والمفروض بعد انه مره قوي. فخلونا ننطلق كذا جاهزين ان شاء الله. معنا شويه لحم، معنا السيف، عندنا باندج والقوس شكلي. خل كذا وضعنا تمام. ناخذ احد الجمال هذا اللي معه سقف الخطه، المفروض نتجه في الجهه هذه.
خلونا نستكشف جهة اليسار نشوف شو نلقى. فبسم الله ننطلق. ايوا ماله عندنا الرمح، عندنا الرمح. وصل هذول تافهين خلاص. شوف الجبال اتوقع هذيك اللي في الشمال. نشوف الحين لو اتجه كذا الشمال هناك، هذيك الجبال اللي قد مرينا عندها حلقة قبل اللي راحت. انا قاعد احاول اتجه غرب واستكشف اشوف. يا سلام شوف في شيء هناك صح؟ بس هل هذا جيت انا من اول ولا لا؟ افضل طريقة طول عمر السلام احط ماركر متجه هناك. وريني خريطة. اوه هذا مستحيل اني اشوف هذول، اكيد في حاجة هنا. طيب عطني هذا. اوه بناية كاملة هذه، اتوقع ما قد جيناها. طيب وين المخلوق اللي سوى الهزة الارضية؟ وينه؟ هل ترون احدا ما؟ anyway انا بدخل افتش، واهم شيء انه ما يهجم على الجمل حقي. خلاص عطني هذا. لك مستعد؟ خلونا ندخل نشوف. بسم الله كاني قد جيت هذا. هلاو هلا 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 هلا. بسم الله عطى ضرب. 2 3 4 5 ضربات تقريبا او 4 ضربات. اني ضربت كم ضربه بس شكلها ما انحسبت. هلا والله اعطاني كل العده حقتهم. نايس. اوكي خلينا ندخل هنا. في مخطوطات، في فرن. طلع الفرن في كل محل. الفيرنس هذا يعني اي بيت تدخله اتوقع. اوه في واحد ثاني، في مخلوق ثاني. ولد الجمل حقي. كم عطى واحد وراه. اوه لا ركز على الهدف. اوه العم القهر. اوكي عدنا لنفس الموقع. المرة راح اكون مستعدين، عندنا الباندج والرمح. الى الحين ما جت. وات جو الحين. اوكي ما ابغى ارمي الرمح يا عيال لاني ما ادري، ما قد جربته فما ابغى ارمي. اوكي راح اجلد بسرعة. وات اضرب زينت. اوكي هايل. شوف توه تجي الهزة. العم القهر شوف اللوت تغير. ماله هل اجهز سيف مثلا؟ اعطني السيف عشان اذا رميت رمح بالغلط ولا شيء. واعطني الاسهم ودي استخدمها صراحه. حط لي هذه بالله عشان اعرف وين انا، ما اقدر ارجع كل شيء ادور. يمكن ما حد يجي الحين. خلنا ندخل. بسم الله. طيب اذا جو راح نطلع نتفاهم معهم. هلفنا كامل الحين. اعطنا هذه البلو برنت تشيست. اوكي اتوقع صندوق من نوع مختلف. ما عليه غيره. هلا والله ارمر اتوقع. اوه الارمر من جلودهم، من جلود المخلوقات هذول. نايس حلو. بس كذا ما في مدخل. بس مهمة هذه صراحة، بلو برنت ممتازة جدا هذه حقت الارمر. خلنا نشوف وين الارمرز اللي طلعتها لنا. طلعت لنا هذا الهيد، يبغى 4 كلاو و4 سكيل. هذا اتوقع ان الدفاع حقه قوي. طيب هذا كلاو وتيل وسكيل برضه، لكن سكيل يبغى له 8، لازم اقتل منهم كثير. سمعت هذه. اوكي بسم الله اضرب زين. نايس هايل. ايوه كمان بوي. احتاج دروع. والله الرمح هذا حقكم. اصفق. نايس تقريبا لما ارميه يكون اقوى بكم الله اعلم، بس اني دمجته من اول هذا. طيب حلو اعطانا الحين. وين راح ذي؟ ايوه هذه 4 وهذه 2. ممكن تفتح الانفنتري حق اخوك. طيب ورني السروال، يبغى 6 مسكيل و4 متيل. والله اتوقع انها دروع قويه مره هذه. اتوقع ما راح نعرف الا لما نقتل من هذول كثير. طيب خلصنا المنطقه هذه. تعال انت وين راح؟ تسوي نفسك غبي كذا. لا تخاف ما عليك منهم هذول. ما عندي الا طعام الجمل. طيب انا بنروح شمالا. خلنا نشوف حنا اكتشفنا المنطقة هذه. اتجاهنا الحين كذا. خلنا نروح كذا يسار. يعني زي كذا بالضبط. خلنا نروح سيدا الحين. اشوف التضاريس الصحراوية بدأت تجيني الحين. لكن هل يا ترى في حديد عندكم؟ خلنا نشوف. يبدو لي صخور عادية. هذاك حديد. حلو. هذا كان وادي. هلا والله. وش الحفرة ذي؟ اوه سلفر. هذا كان حديد بعد.
والله الوادي ذا شكله طيب يا عيال، خلنا ننزل. هذا حديد بعد؟ اي والله، هلا والله، تكفى قول لي انه حديد. نايس، اكتشفنا مصدر للحديد يا عيال. الوادي ذا واضح انه مليان حديد. هذا حجر؟ لا، ستون. يا اخي لا تجيب لي ستون. هذول ايش وضعهم المخلوقات؟ حرشون فيني ولا لا؟ نسور. في جيفة هنا ولا ايش؟ يكون يهاجموني ذول عاد. والله ما ادري. لكن هذا هنا حديد بعد. نايس. تعال تعال تعال. والله شاكنا بنطول هنا ها؟ لوتنا تقريبا اللي في الجوانب كلها. هلاو؟ شرس انت؟ تهاجموني يا شباب ولا لا؟ ما ادري عنهم. وش هذا طيب انزل؟ طبعا لا. اتوقع بموت اذا نزلت. هذا سلفر. عطني السلفر اللي احتاجه للبارود. نطحنه مع الفحم. اتوقع اخذنا لفه كامله خلاص. نشوف الجمل حقي هنا. لوت المنطقة هذه كاملة من ناحية المعادن. إذا في شيء تحت ما أدري صراحة، بس ما راح أنزل. I'm not stupid يعني. خلونا نكمل طريقنا. كيف عندي الساعة؟ وضع تمام. عندي الجمل باقي، يمديني أحط الأغراض شوي. عندي 35 متر. نايس. طيب حط لي علامة وأنا متجه إلى الشمال. أنا أشوف موقعي أنا هنا. طيب هذه وش تعتبر؟ ما هي بهرام ولا هي بنقاض. أنا أخليها واحة. خلاص هذه الواحة هنا. طيب احنا مشينا سيدة. اتوقع نهاية الماب هنا في الجهة هذه. ليش ما نكمل بعد سيدة؟ نشوف هذه المنطقة. خلونا نكمل. في شيء يا عيال في الأمام. تشوفون هذا البيت؟ هذا يشبه مكان قد دخلته. خلنا نروح نشوف ايش فيه. اوف، واحد ثاني بعد هناك. ولا هذا زي الحجارة هذيك الواقفة. خلنا نروح لهذا اللي في الأمام نشوف ايش داخل. يا صباح الخير، شيل خيمتنا. راح نكمل. تشوفون هذا المكان اللي اكتشفناه. مكان جديد طبعا، المفروض انه هنا في مكان ما. هذه الجبال وفي مدخل هناك راح ندخل معه. ان شاء الله هالمكان يطلع لي بلو برنت كذا كويس. برضه نفتح عيوننا اذا فيه ميتل في المناطق هذه ولا شيء. تحت يمكن في الوادي. انا راح انزل الوادي لان اتوقع راح اعبر الجبال هذه. اتجه شمال من هنا مكاني ما. انا هنا خلنا نشوف ويني بالضبط. هل السهم متجه هناك؟ اوكي انا هنا. ديم، توقعت نهاية الماب هنا. نحط الانقاض عشان نعرف مكاننا بس. طيب ايش عندكم في المنطقة هذه؟ هل لديكم شيء جميل؟ هلاو؟ اوه كلاي بريكس. ايش هذا؟ Nothing. نطلع فوق. Anything else? طيب ايش بعد؟ طلعني فوق. اكيد بيعلمني بنايات او حاجة. نتذكر مكان اللي دخلنا زي هذا في المرة اللي راحت. اعطانا بنايات. شفت الصندوق؟ ما عليكم، بروح اخذ الحين. هذا الصندوق. هلا والله بالمتل. نايس. طيب ما في بلو برنت؟ اما كذا بس. يلا عاد. اقدر اقفز هنا. زي ذيك المرة. That's it. طيب وقف هنا وتوقع تضغط اي ولا حاجة. وينه؟ ما في تعلم؟ والله غريبة ما في بلو برنت يا عيال هنا. للأسف يعني. خلنا نتأكد، خلنا نطلع فوق. وصلت القمة. ويبدو لي ما في شيء. ما في أي بلو برنت. فعشان كذا خلونا نكمل ونروح مع الوادي. هل هذا طريق ولا مسدود؟ نقول إن شاء الله إنه في طريق. لا بشرك امور طيب، هذا هو الطريق. بس الى اين؟ خلنا نروح نشوف. انا ما ادري نهايه مسدوده ولا طريق صحيح ولا ايش السالفه. لا والله وضع اوكي. شوف في اشجار وهذا سلفر هنا. اعطني اياه. ايش هذا؟ في شيء مميز غير الصخره هذه او السلفر؟ هلا والله بالمتل. نايس. ممكن بس اعرف وين انا؟ انا هنا. اروح اتوقع بيرجعني جهة الانقاض اللي هناك. راح استكشف المكان هذا كامل كويس. هلا والله، تشوفون البنايات اللي في الامام؟ عطنا بالله الدربيل. اوف قرية كاملة ذي. وش بنلقى هنا؟ حديد وشغل. والله عالم ثاني.
وانا عطشان والجمل جوعان، لكن معلح عندنا بعض المؤونة. هذا حديد هنا ولا اي حديد؟ والله الوديان ذي جامدة، لكن القرية هذه صراحة يعني شكل فيها بلو برنت او اشياء مخطوطات. احتاج واحد قريبة في المنطقة هذه، انا قاعد اعطش بشكل كثير جدا، لكن عادي يعني عندي مخزون ماء ثاني. المشكلة الجمل ما عنده اكل. وقف وقف فت. حلو اكلته، استوقع بيخلص الاكل بعد شوي. anyway يا عيال انا ببني لي خيمة، بتكي هنا بريح واشوف تعليماتكم ونصايحكم اذا في شي فوتنا ورا ولا شي. بعدين الحلقة الجاية ان شاء الله راح نكمل الى الامام، او يمكن انا خلف الكواليس كذا ارجع المؤونة اللي معايا نزلها عشان يكون الجمل ما عنده اغراض، بعدين ارجع اكمل معاكم من هنا نستكشف المنطقة هذه. حط العلامة اشوف بالضبط وين هن. اوكي هذا انا، والقرية المفروض انها هنا في الامام. حط الانقاض هنا في الامام، راح نتأكد في الحلقة الجاية ان شاء الله وين هن بالضبط. اوكي خلوني ابني خيمتي، وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى عجبتكم الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.